السيسي يشدد على ضرورة معالجة قضايا السلم والأمن والتنمية حول العالم. محلب يفتتح مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص ويوجه بضرورة الاستفادة من منتجاته في علاج الأورام. تركيا تشارك للمرة الأولى في الغارات الجوية ضد داعش في سوريا وانهيار الهدنة بين القوات الحكومية والمعارضة في الزبتان وقريتين في إدلب. الرابعة عصرا في القاهرة، ثانية بتوقيت جرينتش، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية عددا من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والذين يزورون مصر في إطار المشاركة في ملتقى دولي حول سبل التعامل مع التهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي. وخلال لقاء شدد الرئيس على ضرورة الاستفادة من حلول الذكرى 70 لإنشاء الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التكاتف حول قضايا التنمية، وضرورة الإسراع باستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية وإدراج ما تبقى منها في إطار خطة التنمية لما بعد 2015 خاصة بالنسبة للدول الإفريقية. كما أكد الرئيس السيسي التزام مصر بدفع جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أكد مساندة مصر لما تشهده الأمم المتحدة من مراجعة لكل عمليات حفظ السلام، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب وما يمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا أيضا إلى أهمية تنسيق ما يتم من تحركات إقليمية ودولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. علاء، كيف تابعت لقاءات الرئيس السيسي مع مندوبي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وأهم ما جاء في هذا اللقاء من موضوعات؟ يعني نشاط السيد الرئيس لهذا اليوم تنوع ما بين النشاط السياسي الدبلوماسي وأيضا الأجندة الاقتصادية كانت حاضرة على جدول أعمال سيادتي خلال لقائي بالرئيس التنفيذي لشركة شركة البترول العالمية الإيطالية العاملة في السوق المصرية. بداية لقاء سيادتي مع عدد من مندوبي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمم المتحدة جاء من منطلق حضور هؤلاء لمؤتمر دولي يعقد في القاهرة بخصوص دفع عمليات التنمية والسلام في الدول النامية الذي تستضيفه القاهرة. اجتمع السيد الرئيس مع كل هؤلاء الأعضاء حوالي 50 من أعضاء هذه الدول، ودار الحديث عن أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة في الفترة المقبلة ومساندة عمليات التنمية المستدامة في الدول النامية، وكذلك تم تطرق إلى عمليات حفظ السلام والأمن التي تشارك فيها مصر، وما أشاد به ورحب به المجتمعون مع السيد الرئيس، وقالوا إن الدور المصري في القارة الإفريقية دور لا غنى عنه ودور أثبت أنه داعم للسلام والأمن الدوليين. السيد الرئيس تحدث عن تطلع مصر لمساندتها ودعمها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في دورته 2016-2017، وهو ما رحب وأكد عليه المجتمعون. هذا فيما يتعلق باللقاء الأول. اللقاء الثاني في عجالة كان مع رئيس تنفيذي لإحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية منذ 1954. هذه الشركة تؤمن احتياجات السوق المصري بنحو 28% من النفط والغاز. دار الحديث عن زيادة كافة العقارات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأكد في هذا السياق السيد الرئيس التزام الدولة بكل المستحقات المالية والإدارية تجاه شركائنا الأجانب، وتحدث أيضا عن الكشف الجديد الذي حصلت أو حققته الشركة المصرية باستكشاف أحد أكبر حقول الغاز في منطقة الدلتا حقل أبو ماضي، وهو سوف يدخل الخدمة في خلال الشهرين القادمين. من المتوقع أن يعني يحتوي هذا المخزون الهائل على 15 مليار من الغاز الطبيعي، وما يمثل نقلة نوعية في سوق الطاقة في مصر، ويؤمن إلى جانب احتياجات المواطنين أيضا احتياجات المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة مؤخرا. إليك أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك علاء رشوان مراسلنا لدى رئاسة الجمهورية.
نقل نائب وزير خارجية الكونغو الديمقراطية فرانك مالالا لوزير الخارجية سامح شكري رسالة شفهية للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الشعبين. وأضاف المسؤول الكونغولي أنه ناقش مع الوزير شكري عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن قضية سد النهضة وحوض النيل بشكل عام، مشيرا إلى أن بلاده تساند مصر في هذه القضية. وأكد المسؤول الكونغولي أن بلاده تدعم ترشح مصر للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لعامي 2016-2017، وذلك خلال الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر المقبل. افتتح رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مشروع إنتاج النظائر المشعة في قرية أنشاص الرملة بمحافظة الشرقية، حيث تفقد مفاعل مصر البحثي الثاني يرافقه وزير الكهرباء والبحث العلمي ومحافظ القليوبية والشرقية ومسؤول هيئة الطاقة الذرية. وقد وجه محلب الشكر لفريق العمل بمشروع إنتاج النظائر المشعة، مؤكدا على ضرورة اعتماد هذا المنتج والاستفادة به في خفض علاج مرضى الأورام. مشروع إنتاج النظائر المشعة يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة الطاقة الذرية للاستفادة من تسهيلات مفاعل مصر البحثي الثاني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. هذا ما أكده الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمشروع. مصنع إنتاج النظائر وهو أحد منشآت مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وأيضا مشروع السلكتون. هذه الطاقة الذرية استراتيجيتها تعتمد على دعم الاستغلال الأمثل للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل خدمة المجتمع والتنمية، الحرص الكامل على التأمين الكامل للبيئة المصرية من أخطار الإشعاع، الشفافية الكاملة لجميع الأنشطة النووية في مصر، تنمية الوعي الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة، الالتزام الكامل بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن هيئة الطاقة الذرية تضم 3 مراكز بحثية متخصصة لإنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في معالجة الأغذية، وتلعب دورا هاما في مجال الطب النووي التشخيصي والعلاجي. في مجال الغذاء والزراعة تتم معالجة الأغذية بالإشعاع عن طريق وحدتي التشريع الجامعي بالقاهرة والإسكندرية لرفع جودة المنتج الغذائي وزيادة القدرة التنافسية له في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحسين سلالات المحاصيل الزراعية وإنتاج طفرات زراعية للمساهمة في تأمين احتياجيات المواطن المصري من بعض المحاصيل الهامة مثل السمسم والقمح والأرز. في مجال الصحة حيث تقوم الهيئة بتعقيم المعدات والعبوات الطبية والأدوات الجراحية ومرشحات الكلى، مما يساهم في تنفيذ احتياجيات السوق المحلي من هذه المستلزمات. وقد استمع محلب إلى شرح تفصيلي عن الهيئة ومشروع إنتاج النظائر المشعة، وأكد على اعتماد المنتج والاستفادة منه في تخفيض قيمة علاج مرضى الأورام، وداعا لوضع المريض المصري على قوائم انتظار العلاج من الخارج بعد أن قامت الدولة بتوفير احتياجات المواطن المصري من النظائر المشعة بإنشاء أحدث مصنع لإنتاج تلك النظائر في الشرق الأوسط. من داخل هيئة الطاقة الذرية بنشاص، أحمد أبو الحسن، النيل. معي عبر الهاتف الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة. دكتور إبراهيم، يعني كما عرض التقرير النظائر المشعة ستفيد في تحسين سلالات المحاصيل الزراعية في مجال الصحة في مجال الغذاء والزراعة، لكن هل من استخدامات أخرى يمكن الاستفادة بها في مصر عن طريق إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة؟ لا، النظائر مش وسيلة لإنتاج الطاقة البديلة، لكن هي طبعا احنا كنا بنستورد نظائر، ومن الحاجات العجيبة احنا سوريا بتصدر نظائر مشاعة رغم الظروف اللي هي فيها. فاحنا طبعا اتأخرنا كتير، والواحدة دي من سنة 89 كان المفروض تشتغل، 98 سنة 98 كان المفروض تشتغل، لما الظروف معينة توقفت. فاحنا كده في خطوة ايجابية جميلة ان وحدة النظائر اللي بتخدم احتياجات الصحة، احتياجات الزراعة، احتياجات التعقيم، احتياجات صناعية، احتياجات حاجات كتيرة جدا النظائر دي موجودة فيها،
لكن بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة ده موضوع ثاني. طيب تصديرها يعني العائد منه سيكون اقتصادي أم ربما يفيد في مجالات أخرى؟ احنا اتكلمنا في الوحدة 21 مليون دولار، اعتقد في خلال سنة ممكن تجيب ثمنها من التصدير. خلال عام واحد فقط؟ ان شاء الله. نعم. طيب الاستخدامات يعني السلمية للطاقة ومنها استخدام او انتاج نظائر المشعة، الكوادر المصرية قادرة على التعامل مع هذا المجال ام اننا بما اننا بدأنا متأخرا ربما نكون بحاجة للاستعانة بخبرات اجنبية لعوامل التدريب طبعا؟ لا ممكن يكون في تدريب لكوادر مصرية، لكن انا عاوز اقول احنا عندنا مفاعل ذري فانشاس من سنة 61 وعندنا مؤسسة طاقة ذرية سنة 56. احنا كنا مع الهند يوم بيوم، نهر وعبد الناصر عملوا مؤسسة طاقة ذرية خلص بيوم واحد، وعملنا اول مفاعل ابحاث سنة 61 مع بعض احنا والهند. وكان المفروض ان احنا هنعمل المفاعل سنة 64 في برج العرب، لكن لظروف معينة فتأخرنا وجت 67 وجه بعد كده نيكسون وعد ان هو هيتعاقد او الشركات الامريكية تعاقد ورجع في كلامه. فرنسا يعني تعاقدت ورجعت في كلامها. ويستنج هاوس يعني احنا عن تاريخ طويل من سنة 61 عندنا كوادر وعلماء في كل انحاء العالم في المحطات النووية. عندنا اكثر من 200 عالم متخصص. نعم. على اعلى مستوى عالمي. تمام، اشكرك جزيلا دكتور ابراهيم زهران خبير الطاقة. سددت سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة فاسكو دي جاما والتي ترفع علم بريطانيا مليون دولار رسوما لعبور قناة السويس. وتبلغ حمولة السفينة 180 ألف طن وتحمل علم 218 ألف حاوية قادمة من ماليزيا وفي طريقها لميناء تانجا بالمغرب. هذا ومن المقرر أن تشهد قناة السويس يوم 26 من سبتمبر القادم عبور 3 سفن حاويات فرنسية عملاقة تبلغ حمولة كل منهم 185 ألف طن. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من الإسماعيلية موفد النيل رمضان المطعاني. رمضان، صف لنا طبيعة المجرى الملاحي لقناة السويس والحركة الملاحية في الوقت الحالي. نعم، شهد المجرى الملاحي اليوم عبور السفينة ضمن سلسلة الجنوب، وهي أكبر سفينة حاويات فرنسية قادمة من ماليزيا متجهة إلى ميناء طنجة في المغرب، تحمل علم بريطانيا والسفينة تدعى فاسكو دي جاما وهو أول عبور لها للقناة الجديدة. تلك السفينة تصنف من أكبر خطوط الملاحة الفرنسية حيث يبلغ طولها 400 متر وعرض 54 متر وغاطس بعمق 16.5 من سطح الماء ما يعادل 54 قدم. وأيضا تبلغ حمولة السفينة 180 ألف طن تحمل على متنها 18 ألف حاوية. أما عن السفن العابرة للقناة اليوم وما سجلته حركة الملاحة بلغ 50 سفينة حمولة 3,310,000 طن، وكان من أكبر سفن الجنوب بالقناة الجديدة السفينة التي ذكرناها فاسكو دي جاما. وقافلة الشمال كانت سفينة الحيويات ميري ميست وهي دنماركية، كانت حمولتها 200,000 طن. أما السفينة العابرة وهي تتبع الأسطور الفرنسي الذي ضم 6 بواخر من جيل السفن العملاقة بحسب تصريحات مدير الشركة، حيث أبلغ أنه سيتم استلام 3 سفن في 26 من شهر أغسطس من الشهر الجاري، وستكون حمولة السفينة الواحدة تزيد عن 185 ألف طن وعلى متنها 121 ألف حاوية. وكان أيضا قائد السفينة وهو بيتر كان مبهورا بمرور في القناة الجديدة من حيث توافر العوامل السلامة للمجرى الملاحي ولا وجود أي مشكلة كبيرة في تلك المجرى بسبب كبر السفينة الفرنسية التي مرت بسلام في المجرى الجديد. نعم،
رمضان المطعمي مفادنا إلى الإسماعيلية بمحيط قناة السويس، شكرا جزيلا لك. قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عقد مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مساء غدا الأحد، وذلك للإعلان عن إجراءات ومواعيد انتخابات مجلس النواب. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان له إن اللجنة ستعلن الجدول الزمني للعملية الانتخابية وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات. معي عبر الهاتف الأستاذ ناصر فياض مدير تحرير جريدة الوفد ومسؤول ملف الانتخابات بالجريدة. أستاذ ناصر، يعني هل لديك من تفاصيل أخرى حول النقاط التي سيتناولها المؤتمر الصحفي وعلى رأسها بالتأكيد موعد إجراء الانتخابات؟ يعني الموعد التقريبي كان يعني حسب توقعات منتصف شهر أكتوبر القادم، هل هو بالفعل الأقرب لانطلاق هذه الانتخابات؟ لا، هو الحقيقة أن الأقرب يوم 6 سبتمبر القادم إن شاء الله، موعدا مقترحا لفتح باب الترشح وبدء كبداية لعملية انتخابية بصفة عامة. وأعتقد أن المؤتمر الصحفي غدا برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة للانتخابات سوف يتناول ثلاث حاجات كعناوين. يعني رقم حاجة إعلان موعد فتح باب الترشح، رقم 2 الضوابط الانتخابية، رقم 3 ضوابط الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي ومراحل العملية الانتخابية. وغالبا سوف تبقى مرحلتين كما كان في مارس الماضي. واعتقد ان الجدول الزمني العملية الانتخابية سوف يتضح منذ يعني بدءا من فتح باب الترشح ونهاية بتحديد الجلسة الاولى للبرلمان القادم في النصف الثاني من ديسمبر القادم ان شاء الله. سوف يعلن كل ذلك بالتفصيل في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في 7 مساء غدا في مدينة نصر في هيئة الاستعلامات. وأعتقد أن موعده سيكون في 7 مساء غدا الأحد. بالفعل غدا الأحد 7 مساء في هيئة الاستعلامات بمدينة نصر إن شاء الله. وأعتقد أن في بكرة إن شاء الله اجتماع يسبق هذا المؤتمر ويعقد صباحا في دار القضاء العالي برئاسة المستشار أيمن عباس. هذا الاجتماع يضم اللجنة العامة وتضم 7 مستشارين إلى جانب المستشار أيمن عباس. دول هيحددوا النقاط الرئيسية والتفصيل النهائي لما سوف يتضمنه المؤتمر الصحفي. وأعتقد أن غدا إن شاء الله سوف تعقد الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نصر شعيشة سوف تنتهي من تحديث بيانات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وبيانات الناخبين أيضا. واعتقد ان هو سوف تعلن الشروط غدا، وهي شروط لن يحدث فيها تغيير، وهي شروط ان لا يقل السن المترشح عن 25 سنه، يكون حاصل على الاقل على التعليم الاساسي، الخدمه العسكريه، يكون مرفق بطلب الترشيح السيره الذاتيه وصحيفه الحاله الجنائيه، مستقل ام ينتمي الى احزاب، الذمه الماليه له ولزوجته اذا كان متزوج، إلى جانب طبعا هيودع في خزينة المحكمة الابتدائية 3000 جنيه، ودي تأمين بيسترد عند الحاجة. يعني أعتقد أن العملية الانتخابية سوف تكون مضغوطة لأن ما فيش وقت. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد 4 مرات أن الجلسة الأولى للبرلمان سوف تكون في منتصف أو في النصف الأخير من ديسمبر، واللجنة العليا عدت الخطة وعدت الجدول الزمني لتنفيذ كل ذلك بإذن الله، وسوف تتضح الصورة غدا في 7 مساء بإذن الله. أشكرك أستاذ ناصر فياض مدير تحرير جريدة الوفد ومسؤول ملف الانتخابات بالجريدة. قررت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، ومعاقبة آخر بالسجن 6 أشهر وبراءة 2 آخرين. أدين المتهمون بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة. قضية من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي في الفترة الأخيرة، والتي عرفت إعلاميا باسم خلية الماريوت.
النيابة قد أسلمت للمتهمين فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأنهم غير مقيدين كصحفيين في الجهات المعنية، وأنهم قاموا ببث أخبار كاذبة تضر بالبلاد. وقد قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإصدار حكمها بالسجن المشدد على عدد من المتهمين. حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسامن، وغيابيا للسابع، أولا بمعاقبة كل من محمد محمود فاضل فهمي، اثنين باهر محمد حازم احمد نصر، ثلاثة صهيب سعد محمد محمد، اربعة خالد محمد عبد الرؤوف محمد، خمسة شادي عبد الحميد عبد العظيم، ستة بيتر جراتس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما نسب اليهم. ثانيا بمعاقبة باهر محمد حازم احمد نصر الراب بالحبس مع الشغل لمدة 6 اشهر وتغريمه 5000 جنيه. حكم المحكمة لم يقتضي معاقبة كل المتهمين، بل صدر مبرئا لبعضهم. براءة خالد عبد الرحمن محمود احمد عبد الوهاب ونورة حسن البنا مما نسب اليهم بامر الحال. رابعا بالزامهم بالمصاريف الجنائيه عدا الثالث والثامن وبمصادره المقبوضات. الجدير بالذكر ان دائره اخرى تابعه لمحكمه جنايات القاهره حكمت على المتهمين في العام الماضي باحكام مختلفه حضوريه وغيابيه تتراوح ما بين 7 سنوات و10 سنوات والبراءه. عمرو عبد العزيز، النيل. إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أعلنت تركيا أن طائرات تابعة لها شاركت للمرة الأولى في ضربات جوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. من جهة أخرى انهارت الهدنة التي أعلنت قبل 3 أيام في مدينة الزبداني شمالي البلاد وقريتي كفرية والفوعة بمحافظة إدلب غربي البلاد بين فصائل المعارضة المسلحة من جهة والقوات الحكومية وعناصر حزب الله اللبناني من جهة أخرى. لم تلبث سوريا أن تلتقط أنفاسها حتى عاد أتون الحرب من جديد ليحصد أرواح الأبرياء في صراع دخل عامه الخامس، كان الشعب السوري فيه هو الخاسر الأكبر. الاشتباكات والقصف الصاروخي والمدفعي عاد من جديد مع الساعات الأولى من انتهاء الهدنة التي اتفق عليها النظام السوري مع مقاتلي المعارضة في 3 بلدات سورية رغم تباين الأنباء عن استمرار المفاوضات. المعارضة السورية التي تسيطر على مدينة الزبدان الاستراتيجية أعلنت انتهاء الهدنة وفشل المفاوضات وعودة العمليات العسكرية، وذلك بعد تعرض بلدة مضايا المجاورة للزبدان لقصف جوي عنيف من الطيران الحربي. كما شهدت بلدة الفوعة وكفرية في محافظة إدلب التي يحاصرها مقاتل المعارضة بشكل كامل منذ نهاية مارس الماضي، شهدت تجدد الاشتباكات بعد هجمات شنها مقاتل المعارضة في خطوة لتعزيز ما أحرزوه من تقدم ضد الجيش السوري. المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة في البلدات الثلاث والمتمثلة في إجلاء الجرحى عبر الصليب الأحمر لم تكلل بالنجاح بسبب تعقيدات التفاوض بين حركة أحرار الشام المعارضة ومفاوضين إيرانيين. جولة المفاوضات الأخيرة كانت بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف الحملة التي يشنها الجيش السوري على مدينة الزبداني مقابل وقف المعارضة قصفها على بلدتي كفرية والفوعة بريف إدلب، إلا أن هذه الجولة باءت بالفشل. تجدد الاشتباكات وانهيار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار يكاد يعصف بتواجد النظام في محافظة إدلب شمال غربي البلاد باستثناء بلدتي الفوعة وكفرية اللتين تدافع عنهما القوات السورية باقتتال ليحبط مخططاته في رفع الحصار على الزبدان الحدودية مع لبنان. ومع فشل جولة المفاوضات الثانية تنهار أحلام أرامل ثكالى وأطفال يتامى وجرحى، بات أقصى أمل لهم أن يبقوا على قيد الحياة تحت غمامة من النيران وفي ظل الافتقار لأبسط المساعدات الإنسانية على أرضهم، فصارت فرص الحياة والموت بالنسبة لهم سواء. وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مجدي بكير الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن التركي. أهلا بك أستاذ مجدي.
اهلا وسهلا. وفي تقدير حضرتك مشاركة تركيا في هذه الضربات ضد داعش في سوريا هل يعد تحولا في الموقف السياسي التركي؟ ولماذا هذا التوقيت بالتحديد وكيف تتصور رد فعله؟ الحقيقة انه تطور نوعي لكنه لم يبدأ من اليوم في الفترة الأخيرة، وأنا بعتقد أنه الاعتبارات سياسية جزء مهم منها اعتبارات تمهيد الموقف قبيل إجراء الانتخابات المبكرة الجديدة في نوفمبر. الحرب التركي عدل من سياساته التي طالما عرضها فترة سابقة، بما في ذلك سماحه لأول مرة للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة إنجلك والقواعد التركية في العمليات التحالف ضد داعش. الجانب التركي يحاول الآن استغلال هذه الأجواء للرد على ما سبق أن وجه لي انتقادات شديدة، لأنه استغل فرصة السماح له بالعمل ومهاجمة الجانب السوري والعراقي إلى حد ما في ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني، بدلا من أن يركز كما كان متفقا عليه على توجيه الضربات لتنظيم داعش، خاصة أنه لطالما تعرض لانتقادات واضحة ربما من كافة دول العالم بأنه كان يغض الطرف عن تسرب عناصر إلى حركة داعش عبر الحدود التركية. الأيام القليلة الماضية شهدت انتقادات سواء من البنتاغون ولا من فرنسا لتركيا بأن عليها ضرورة أن تقوم بجهود أكثر فعالية وأكثر جدية إذا كان يريد بالفعل أن يشارك في جهود التصدي لداعش. يصب نظر أنه يعني هذه هي المرة الأولى. طب أين كان الجانب التركي طوال الشهور الماضية التي تشكل خلالها التحالف ويقوم عملياته ضد داعش؟ إذا هناك عدة أسباب سياسية فظيعة يحاول أن يخاطب بعض الدول في الإقليم بأنه يعني الآن سيشترك في جهود مكافحة داعش دوليا وسياسيا وداخليا كما قلت على الناحية بالنسبة للانتخابات. نعم. وصلت وجهة نظرك، بشكرك شكر جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ مجدي بكير الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي. كثفت طائرات التحالف العربي قصفها لجبل نهدين المطل على دار الرئاسة بجنوب صنعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي. من جهة أخرى قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة ستيفن أوبراين إنه تم تعيين منسق إغاثة لليمن في الرياض على أن يباشر مهام منصبه اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم. مع استمرار المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في نهجهم بحمل السلاح، تكثف طائرات التحالف العربي غاراتها على مناطق تجمعاتهم. الغارات استهدفت جبل النهدين العسكري بجنوب صنعاء وعدد من المواقع العسكرية للحوثيين في شارع الخمسين ومنطقة بيت زبطان. القصف يأتي بعد إطلاق صاروخ من طراز سكود من المعسكر المقام بالجبل باتجاه الأراضي السعودية الأربعاء الماضي، والذي تم اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه. في الوقت نفسه أعلن مسؤول بالجيش اليمني أنه تم ضم 4800 مقاتل من جنوب البلاد إلى صفوف القوات، موضحا أن أغلبهم من أفراد المقاومة الشعبية في عدن. وعلى الصعيد الإنساني قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة ستيفن أوبراين إنه تم تعيين منسق إغاثة لليمن في الرياض اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم. تزامنا وصلت طائرة إغاثة سعودية تحمل 10 أطنان من المواد الطبية لتوزيعها على المستشفيات. هذا وتواجه أطقم الإغاثة تحديات كبيرة في عدد من المحافظات اليمنية بسبب تكرار اعتداء الميليشيات الحوثية والموالين لها، وهو ما استدعى توقف الخدمات الطبية للمدنيين في عدد من المناطق. وفي هذه البانوراما الإخبارية أيضا، ولكن بعد أخبار الاقتصاد، اللبنانيون يتأهبون لتظاهرات حاشدة في بيروت تطالب بإسقاط الحكومة، الجيش يقول إنه لن يسمح بتحويل المظاهرات إلى فوضى أمنية.
خلال لقائه المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة، الرئيس السيسي يشدد على ضرورة معالجة قضايا السلم والأمن والتنمية حول العالم. محلب يفتتح مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص ويواجه بضرورة الاستفادة من منتجاته في علاج الأورام. تركيا تشارك للمرة الأولى في الغارات الجوية ضد داعش في سوريا، وانهيار الهدنة بين القوات الحكومية والمعارضة في الزبداني وقريتين في إدلب. وصلنا مشاهدين الكرام لمحطة الأنباء الاقتصادي، نتحول فيها إلى شهاب شعلان. تفضل شهاب. شكرا إيمان وأمين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: المالية توافق على إتاحات بنحو 3 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والتنمية المحلية لتحسين الخدمات العامة. وافق هاني قدري وزير المالية على مخصصات مالية بقيمة 2,800,000,000 جنيه لوزارات التموين والنقل والتنمية المحلية لدعم جهود هذه الجهات في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن الإتاحات التي وافق عليها وزير المالية تتضمن 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين، تشمل 1,000,000,000 جنيه لسداد مستحقات هيئة السلع التموينية الخاصة بسلع البطاقات التموينية عن شهر يوليو الماضي، إلى جانب 0.5 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة. كما تم تخصيص نحو 142,810,000 دولار لاستيراد 620,000 طن من القمح. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن الاحتياطية الاستراتيجية من القمح يفوق حدود الأمان، وأشار الوزير إلى أن المناقصات العالمية التي تعقدها هيئة السلع التموينية لشراء الأقماح المستوردة تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة تأمين احتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز المدعم وعدم الاعتماد على منشأ واحد. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت شراء 55,000 طن من القمح الأوكراني في مناقصة للشحن في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل. من ناحية أخرى، أكد وزير التموين أن شركات ومصانع الأسمنت ثبتت الحد الأقصى لأسعارها منذ بداية العام وحتى الآن. وأضاف الوزير أن كمية الإنتاج هذا الشهر بلغت 826,256 طن أسمنت، بينما بلغ إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو 1,865,860 طنا. عقد كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا اليوم بمقر الجامعة في القاهرة. ناقش الاجتماع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها، تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التوجري أن المشاورات تركزت حول قائمة السلع غير المتفق عليها المتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60%، متوقعا أن تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016. صعدت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مع استمرار موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة في أسواق الخام، ومستمدا دعما إضافيا من ارتفاع حاد لأسعار البنزين، إلا أن هذا الصعود لا يقلل من التوقعات التي تشير إلى أن موجة الهبوط التي شهدتها أسعار الخام على مدار العام ربما تستمر، مع رغبة الأعضاء في أوبك في الحفاظ على حصتهم بالسوق وعودة إيران للإنتاج بكامل قوتها بعد الاتفاق النووي مع الغرب. يبدو أن موجة الهبوط التي تشهدها أسواق النفط العالمية ستستمر لفترة،
خاصة في ظل محاولات أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وفي مقدمتها دول الخليج الحفاظ على حصتها السوقية. كما أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى سيلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية، لأن طهران ستعمد إلى رفع إنتاجها النفطي والحصول على حصتها كاملة في السوق. وجاء الأداء الضعيف للاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للطاقة في العالم ليزيد المخاوف من إمكانية التأثير سلبا على أسعار البترول، إلا أن مؤيدي الحفاظ على سقف الإنتاج من الدول الأعضاء في أوبك استبعدوا أن يكون للأوضاع الاقتصادية الصينية تأثيرا كبيرا على الطلب على الخام الذي أكدوا أنه سيرتفع في الربع الأخير من العام الحالي لعوامل موسمية. ويتوقع المندوبون في أوبك أن يساهم انخفاض الأسعار في الأونة الأخيرة في الحد من وفرة المعروض من الخام قرب نهاية العام، ومن ثم ارتفاع أسعار النفط قليلا. وتظهر توقعات أوبك نفسها أن المنظمة بلغت في تقديرها لسرعة تراجع الإمدادات من المنتجين خارجها نتيجة لتدني الأسعار، وهذا يشير إلى تخمة في المعروض تتجاوز 2 مليون برميل يوميا. وفقدت أسعار النفط أكثر من 65% من قيمتها خلال عام من الآن، حيث هبط سعر الخام الأمريكي من مستوى $110 إلى 45.22 من الدولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له في 6 سنوات. ولأكثر من عقد لم تتبنى أوباك سياسة تستهدف بشكل صريح سعرا معينا للنفط منذ أن تخلت عن النطاق السعري الذي تم وضعه بعد هبوط الأسعار أواخر التسعينيات والذي تراوح بين $22 و$28. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع الزملاء أيمن وإيمان. شكرا جزيلا لك شهاب. تحول إلى لبنان حيث يستعد النشطاء إلى تنظيم مظاهرة جديدة مساء اليوم لتنديد بعجز الحكومة عن معالجة أزمة النفايات والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية. وأكد مشاركون في حملة طلعت رحبكم المنظمة للتظاهرات أنهم سيطالبون باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق وإطلاق يد البلديات في ملف جمع النفايات ومحاكمة ما ارتكبوا تجاوزات بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي، وذلك حسب قولهم. من جانبه أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الجيش لن يسمح للخارجين على القانون بتحويل المظاهرات إلى ما اسماها فوضى أمنية. عودة إلى الشأن المحلي، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي بحضور وزير البترول شريف إسماعيل. خلال اللقاء أشاد الرئيس بالشركة الإيطالية وحجم أعمالها في مصر وما تحققه من تقدم في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، كما أكد على تعاون الحكومة المصرية مع الشركات الجادة العاملة في هذا المجال ومن بينها شركة إيني. من جانبه أشار ديسكالزي إلى أن الشركة وقعت في شهر يونيو الماضي اتفاقا لزيادة استثماراتها في مصر، وأنها تواصل أعمالها في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتتوقع نتائج مبشرة إيجابية لأعمالها البحثية. أطلقت وزيرة التطوير الحضري ليلى إسكندر بوابة إلكترونية تحت شعار معا من أجل مصر أجمل لاستقطاب الخبرات العلمية لتطوع في مشروعات التطوير العشوائية. واستعرضت الوزيرة آخر مستجدات ملف تطوير مثلث مسبيرو والمخطط التفصيلي لتطوير منشآت ناصر. معا من أجل مصر أجمل هو شعار أول بوابة إلكترونية للعمل التطوعي في الحكومات العربية التي أطلقتها وزيرة الدولة للتطوير الحضري في مؤتمر صحفي، معبرة عن أملها بأن تلقى استجابة واسعة من المصريين داخل وخارج البلاد للتطوع في مشروعات الوزارة. إطلاق موقع للتطوع، إنه الوزارة دي هتبقى قايمة على التطوع. الناس كلها تقول أنتوا كم واحد يعني وهتعملوا إيه والمشاكل ضخمة، لا إحنا بنشتغل مع كل المصريين. عندنا صفحات للتواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ولينكد إن، يعني كل واحد من دول من صفحات التواصل الاجتماعي كمان ليهم أكاونت اسمه في هاب إيجيبت، حضرتكم ممكن تدخلوا عليها عشان تدخلوا على الموقع من خلالها برضو. وعن مثلث مسبيرو أوضحت المسؤولة عن الملف أنه تم إرسال كراسة شروط المسابقة إلى المكاتب المؤهلة للمسابقة العالمية أول أغسطس لدراستها على أن تعلن نتائج المسابقة بحلول 9 نوفمبر. تم إعلان منطقة مثلث مسبيرو منطقة عين التخطيط. يعني إيه منطقة عين التخطيط؟
يعني منطقة إعادة توزيع للملكيات، والأرض هتبقى كلها مشام، والمخطط هيشتغل فيها بحيث إن هو يحقق التصور المبدئي. فريق العمل بقطاع العشوائيات أعلن انتهاء 7 مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة في 7 محافظات وإعداد مخطط تفصيلي لتطوير منطقة بطن البقرة بالقاهرة لتوفير 6000 وحدة سكنية لسكانها وقاطني عزبة خير الله. بعض الوحدات تطوير العشوائيات في المحافظات القوية، يعني وحدة هنا من المشروعات الوادي الجديد المنيا وهكذا، برضو في هذا المجهود لتقييم مشروع مصر العشر. المفروض حينتهي هذا الكلام بمنتج اللي هو ترتيب أولويات ال 247 منطقة لتنفيذهم على 3 سنين. وفي ملف المخلفات الصلبة، أعلنت الوزيرة موافقة مجلس الوزراء على منح محافظي الإسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية، ومنح المحافظ الحق في مد فترة التعاقد ل10 سنوات بحق الانتفاع لتعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. محمد أبو حمد، النيل. نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ملتقى الإبداع الأول لها بمشاركة أكثر من 250 طالبا وطالبة من 8 جامعات مصرية. من المقرر أن يستمر الملتقى 5 أيام لينتهي في 2 من الشهر المقبل. مشاركة أكثر من 250 طالبا وطالبة من 8 جامعات مصرية، نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ملتقى الإبداع الأول لها، والمقرر أن يقام حتى 2 من الشهر المقبل. فرصة كويسة أن طلاب كلية التربية النوعية على مستوى جمهورية مصر العربية يتلقوا في ملتقى، ده الأول مرة يتعامل على مستوى النوعيات، ونظمته عين شمس لأن عين شمس الأولى أول كلية أنشئت لكلية التربية النوعية. ويسعى القائمون على الملتقى إلى اكتشاف مواهب مصرية حقيقية تكون خير نموذج في المستقبل القريب. بوجه طاقات الشباب، انت لو جيت تشوف طاقات الشباب دلوقتي قدرة هائلة، احنا لو جينا نقول احنا عندنا الهرم مقلوب، فازاي كل الطاقات دي ما نستثمرهاش؟ نمر 3، انت بتقول عندي بطالة، ما انا لما هوجه هذه الطاقات مش هيستنى بقى الوظائف الحكومية، هيبتدي هو ينطلق من نفسه. من جانبهم عبر الطلاب المشاركين عن سعادتهم الكبيرة بالملتقى، مطالبين المسؤولين باستمرار إقامته كل عام. بصراحة يا مشاركة خلتني مستفادة حاجات كتير في مجال دراستي، أنا أصلا قسم موسيقى، فالموضوع بالنسبة لي أنا مش مجرد بشارك وبس، لا أنا بستفيد في دراستي وفي مجالي، وكمان بنمي قدرات أكتر عندي وحاجات كتير أنا ما كنتش عارفة أن هي مثلا مهارة فيها معينة. مصر هتستفيد كتير، وشباب مصر طبعا هيستفادوا كتير، لأن في ناس عندها مواهب وحاجات كتير ما حدش شافها وما تعرضتش على ناس، وممكن أي حد يشوف مواهب في مسابقات زي كده يتبناها ويعرض موهبته. هذا ويتنافس المشاركون من جامعات عين شمس المستضيفة والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والمنيا والفيوم والزقازيق ودمياط في عدة مجالات، منها التربية الفنية والموسيقية والاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم. وفي بانوراما النيل بعد أنباء الرياضة، في بادرة هي الأولى من نوعها، حفل موسيقي بالمجان للأطفال في منطقة في أرض اللواء بالجيزة. والآن نتابع معكم مشاهدينا المستجدات على الساحة الرياضية. بصحبة الزميلة حنان عاطف. أهلا بك حنان. أهلا بك أيمن، وشكرا لك. أهلا بك حنان. قدمت فرقة أوتار حفلا موسيقيا في منطقة أرض اللواء بالمجان للأطفال في بادرة هي الأولى من نوعها، عرفت باسم أرض لواء. الحفل تضمن موسيقى كلاسيكية وقصص أطفال ذات قيم من الممكن الاستفادة بها للنهوض بحياة الأطفال الاجتماعية.
أليس من حقهم أن يفرحوا ويستمعوا إلى أصوات تختلف عن أصوات الشارع وأغاني المهرجانات؟ واحد جاي من أمريكا وعليك أرت لوا حاولت من خلال عروضها الموسيقية التي يقدمها فريق رباعي أوتار مع الراوية آن فريد أن ترسم السعادة على وجوه أطفال ولكن بطريقة مختلفة. هي أرت لوا النهاردة دي بداية سلسلة حفلات هنعملها للأطفال، بنقدم فيهم الموسيقى الكلاسيك بمصاحبة قصص، فاحنا عاملين برنامج كده بيعمل ميكس ما بين القصص والمزيكا اللي بنعزفها ليهم. فن عموما دوره مهم جدا، فأنتي بتفرغي طاقة سلبية وبتضيف لهم قيم إيجابية، يعني سواء بالحكي اللي هيحصل أو سواء بالموسيقى، إن هم هيتعلموا قيم جديدة، هيتذوقوا مواد جديدة غير المعتادة، غير أصوات المنطقة وغير الدوشة وغير الطوب الأحمر والبيوت والكلام الكثيف المتراكم اللي بيحصل ده كله، أنت بتدخل لهم نور. بحب الأطفال قوي، بحب أتعامل معهم لأن هم بوسطة قوي، مش زينا يعني، مش كل حاجة بياخدوها بطريقة مكلكعة، فكل حاجة بتتقال ببساطة هم بيفهموها وبياخدوها ببساطة وبيصدقوا اكشلي الكلام، يعني لما بتقول لهم حاجة هم بيبقوا مصدقينها، عشان كده بحب قوي اتعامل مع الاطفال، بحب بعد احكي معاهم واتكلم معاهم واعرف ارائهم في حاجات، دايما حتى ارائهم بتبقى البساطة اللي فيها بتبقى دايما صح يعني. مساحة في داخل احدى شوارع ارض اللواء بما تختلف عن خارجها موسيقى كلاسيكية وقصص للأطفال لإثراء قيم أخلاقية وتربوية لتكون بمثابة عامل مؤثر في النهوض بحياة هؤلاء الأطفال. فور يقدر يساعدني ده فور. ده يتفرج على أي حاجة. ده يتفرج على حفلة. أغاني يسمع أغاني. بادرة هي الأولى من نوعها، اعتمدت على الفن بالدرجة الأولى كوسيلة للارتقاء الوجداني للأطفال، فبالموسيقى تحيا الشعوب. وختام البانوراما تذكير بأهم العناوين. خلال لقائه المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة الرئيس السيسي يشدد على ضرورة معالجة قضايا السلم والأمن والتنمية حول العالم. محلب يفتتح مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص ويوجه بضرورة الاستفادة من منتجاته في علاج الأورام. تركيا تشارك للمرة الأولى في الغارات الجوية ضد داعش في سوريا وانهيار الهدنة بين القوات الحكومية والمعارضة في الزبدان وقريتين في إدلب. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. شكرا للمتابعة.